سفرها كله راحوا، ما بقي حدا غيري، بقياني ولا؟ كله راحوا؟ ما ضل حدا. ثواني وماشية. شو بدي أقول لك؟ روح أنت، أنا بسكر الباب وراي. بس عمر الله يخليك، ممكن ترفع لي الغلق من قدام السيارة لأنه صاير كتير قاسي عم يعذبني. تكرم. الله يكرمك. سلامة. مع السلامة. ألو؟ أيوة. أهلين خلدون. إيه؟ لا. شو؟ شو عرفك؟ بدهم يقتلوني؟ بلا مزح خلدون. لا. ما في حدا غيري. طيب طيب. هلا راح أطلع فورا. بس معناتها بجوز يكون حاطين لي شيء بالسيارة أو عم يستنوني لأطلع. لا. طيب وين خلدون؟ بتحكي معي على البيت بعد ساعة، إذا ما لقيتني بتخبر الشرطة والمدير العام، إيه؟ أرجوك خلدون لا تنسى. طيب. السلامة. فدوى عصام منيح اللي لحقتي، اوعي تطلعي. ها كمان انت عرفت؟ ايش مين قال لي؟ هلا حكى معي خلدون بالتليفون. عصام خلينا نهرب. ما رح تقدري. ليه؟ في جماعه واقفين برا واقفين باب الشركه، روح شوف. يا الهي يا الله شو بيعمل عصام؟ بوس ايدك بدهم يقتلوني. طولي بالك طولي بالك، المهم انه ما تطلعي، هن عارفين انك جوا. خليكي قاعده نفكر شو بدنا نعمل هلا. شو بدي افكر؟ انا ما عاد عندي تفكير. رجلي ما عاد حملوني. معقوله توصل للقتل؟ اكيد. الظاهر مو مقدره حجم الاسرار اللي عندك يا فدوى. يعني انا غلطانه يا عصام؟ غلطانه اذا حاولت امنهم يسرقوا اي شغله حلوه فينا؟ غلطانة إذا حاولت إمنعهم إنهم يفهموا العالم إنه نحن شعوب ما خرجت تعيش؟ بعدين هالمبادئ هي أنا اكتسبتها من أمي اللي ربتني على الحق والفضيلة، اكتسبتها من توجيهات أبي اللي مات وهو عم بيقول لي إياك تعملي شيء يخليك تصغري بنظر نفسك بعده. أبداً يا فدوى، أبداً أبداً مالك غلطانة، بالعكس موقفك بحزك عليه أي إنسان وشجاعتك نادرة. فدوى إذا بدهم يأذوكي لازم يمرقوا على جثتي بالأول. السطح فوق مفتوح. إيه. هان هلأ بطلع أنا وياكي بخليكي تعبري للبناية الثانية وبتنزلي، بس أوعي بتطلعي قبل شي ساعة، فهمتي؟ شو راح تعمل؟ أنت بتنزلي أنا برجع بطلع مدخل الشركة وبشغلهم مؤقتا لبين ما يضيعوكي، وأنت من طلعتك تروحي لبيت أختي تخلي جوزها وديك لعنا على الضيعة وتضلي هنيك. فهمت. بس انت كيف رح تشغلهم؟ لا يا عصام لا، انا لا يمكن حطك بهيك موقف، هيك في خطر عليك. هلا مو هاي المشكلة، انا ما بدهم يعني ما رح يعملوا معي شيء، هن بدهم اياكي الك يا فدوى، فهمتي؟ يلا فعلا الرجال ما بتبين الا بالمواقف الصعبه. انا بعرف اني ظلمتك كثير بالفتره الماضيه لما كنت اتهرب منك، وبعرف كمان اني ما راح اقدر اوفيك حقك بكلمه شكر، بس بحب اقول لك انه اذا انكتب لي عمر جديد ورجعنا التقينا راح يشرفني اني في يوم من الايام كنت اعرف انسان نبيل مثلك. فدوى مو وقت الكلام هلا، خلينا نمشي. يلا يلا. يلا فدوى مثل ما فهمتك قبل ساعة اوعك تطلعيها. ماشي يلا. عصام انتبه على حالك منيح واعمل جهدك نرجع نلتقي. ان شاء الله. مع السلامة.
عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. رجلي رجلي. شوفي. ما بعرف شو صار. الحجر اللي تدوني. أحمد. خذوا بشي سيارة على المستشفى بسرعة. يلا يلا. ساعدونا شباب. ساعدونا. لا أحد يمسك. لا أحد يمسك. أنا أمسك. أنا أمسك. على بعضك. على بعضك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مستعجل ما بتعرف منين تجيك المصايب. خير استاذ هاني ان شاء الله ما في شيء. عصامه هو راكد وقع ومفكشت رجله والله اعلم شو صار له هلا. اي معلش يطول بالك ان شاء الله سليمه يا رب. ان شاء الله تجي سليمه. لك يحرق حريش الحظ اللي الي. طول بالك معلش استاذ. اطمن اطمن ان شاء الله ما بصير الخير. ارتاح اطمن. ما اختلفنا بس بهالعمل بالذات كل دقيقه محسوبه علينا. والعمل هذا هو خلاصه كل تجاربي الفنيه. ما بتتصوروا قديش معلق عليه احلام وامال. تفضلوا شوفوا شو عم بيصير معنا وين وين لبين ما يطيب ونرجع نكمل. هذا اذا ما لقينا الممثلين طاروا. طول بالك استاذ طول بالك. عنا 61 مشهد بالضيعه بنطلع بنصورهم وبنرجع بنكمل مشاهد الشام. ما بدنا مشكله يعني. بقى هلا لا تحكي الهم ولا على بالك. طيب فرضا عصام صار له شيء لا سمح الله. ان شاء الله ما بصير عليه شيء يا استاذ. بنمشي خطوه خطوه. خلينا نطلع هلا نصور مشاهد الضيعه وبعدين وقت نرجع لهون لكل حادث حديث. مزبوط استاذ هاني. بنطلع بنصور بالريف في عنا كثير مشاهد هنيك. ماشي الحال. يلا تفضلوا. يلا. يلا يلا احمد اشتغل شغله. يلا يلا روحوا استاذ انتوا شقوا على عصام بالمستشفى وانا بلحقكم على شي ساعه. أيوة. ان شاء الله. يلا تفضلوا تفضلوا. يلا يا شباب منضب هلا كل العده وبنلتقي المساء الساعه 7 بالمكتب. ماشي ماشي. الله يخليكم استاذ بشار. شباب ما بكون توصاي. يلا الساعه 7 لقانا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يا دكتور مجدي يا ابن العيلة الكريمة يا ابن الأكابر. شو صار؟ شوفي شوفي يا أبو مجدي. وينو ابنك يا خانم؟ ما بعرف إذا بغرفته ولا طلع. طبعا هي هي الأمومة الحديثة. ما بتعرفي إذا بغرفته ولا طلع ولا بأي مصيبة وقع. لكن شو صار؟ شوفي يا فؤاد فهمني. لك روحي من وشي. خلي مجدي يجي لعندي أوام. سمر يا سمر. خير بابا ليش هالصياح؟ شوفي اخوك وين هو خليه يجي لعندي بسرعه. راح من شي ساعه. خير شوفي. لك شوفي لعند ابو رفيق وخليه يجي لهون اوام. طيب اوكي بس انت قل لي شوفي. ما حدا يسالني. بدي بس لي هون بسرعه البر. طيب اوكي بابا هلا شوف وينه. ماما شو عامل مجدي؟ ما بعرف ما بعرف بس اكيد في شي مصيبه. اول مره بشوف ابوك بهالعصبيه هي. روحي اتصلي بالاستاذ زياد شوفي بركي بيكون عنده. روحي بسرعه. اوكي. يا سعاد سعاد ما لقيت غير هالقميص امي. والبيجاما نظيفه ما بدها غسيل. طيب امي ايه روحي سخني مي لخيك منشان يتغسل من وصلته. ايه تكرم عينك انت وفارس. بس تاخر فارس بس ايه. معقول يكون حمدان قطع المي؟ كل اللي باقي كم شجرة. إذا أنت اللي قطعت المي يا حمدان بتكون ما بتفهم.
يا حمدان انت اللي قطع المي. ايه انا. وما فيك تطول بالك حتى خلص. طب لا انت بدي استناك. اذا حضرتك نايم وما انك سائل عشي. بلا ولدني رجع دير المي رجع. ولدني لا سيدي ما راح ديره. حمدان بلا حيواني كل اللي باقي شجرتين ثلاثة. يا سيدي انا حيوان ما راح ديره. لك يا بني ادم لا تخلينا نعمل مشكلة مشان شوية مي. يا سيدي انا ابو المشاكل. هات لشوف ورجيني شو بدك تعمل. صحيح انك مصطول زي حيك ولك صوص. لك وراس عيلتك ما تشوف المي. لك انت ما بتجي بالطيب. انت ما بتجي بالطيب. لك بدك تعمل علي عنتر ولك بدك تعمل علي عنتر. بسيطة يا فارس عم تتقوى علي ما هيك. بكره بيرجع اخي صالح وبيشوف. ضربة تخلع رقبتك انت يا صالح. روح جيبه على اولك روح. بسيطة شو عليه. مرحبا صالح. اهلا ابو العدول. شو طمني. الحمد لله هم ونزل من على ظهري. يعني نقول مبروك. نحن الاثنين اليوم نجحنا باصعب ماده والحمد لله. الف مبروك يا عادل من جد وجد. شو يا سيدي هاي استماره التعيين انا مشان هيك جبتها سلفا. ليك وحده على تختك عبيه. يعني بتعتقد كمان انه نحن الاثنين راح نتعين سوا. يا سيدي نحن بنحاول. يعني ما بيكفي 7 سنين وانت بخلقتي. لا معك حق حكيم مبين مين متحبل خلاصة الثاني. صالح بتعرف فعلا اذا نحن ما اجتمعنا رح احس انه في شيء ناقصني فعلا. لك يا بني ادم شو نسيت اني خطيب اختار. يعني صهرك مشان هيك مستحيل تغيب عني او تغيب عنك. لا انا قصدت التعيين. المسائل العاطفيه مفروغ منها. صحيح ابو العدول. وايمتى جنابك رح تفكر لي بالمسائل العاطفيه؟ لو كنت بدي افكر بعواطفي كنت خطبت من زمان وانت بتعرف هالشيء. اي حاجه بقى حكيم طلع من الباب. طلع 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 طلع. لا لا عن جد صالح انا لازم افكر باخي فارس قبل ما اعمل اي شيء. فارس قدم لي كثير وبكون ناقص اذا ما فكرت فيه. حمدان ابن ابو صالح. وان شاء الله تقتلتوه. اي نعم ستي. لو سكر علي المي قبل ما خلص رحت اشوف ليش سكرها صار يتفرعن ويتعنتر. يعني ضربته؟ اي نعم ستي. وصار يهددني بخطيبه الدكتور صالح. يقطع الشجر وساعته ان شاء الله عمره ما يشرب مشان هيك تقتلتوه. اي نعم ستي. ولك بدي ربيه اذا ابوه ما عرف يربيه وخطيبه كمان بدي ربيه اذا فتحت امه بحرف واحد. وليش عم تهددني الي؟ انا مالي علاقه. بعدين خطيبي ما هو ولد خطيبي دكتور سعاد. انت كملي ليش الغسيل يا عيب الشوم عليك. شو بدي اقول لاخوك عادل بكره اه شو وجهي من وجه ابو صالح. شو يعني بدك اني وطي راسي للمصطول هاد؟ ما بعمل هيك. اللي بده يزعل يزعل. يا سواد وشك يا ام فارس. شو بدي اقول شو بدي اعمل؟ لسه امبارح خطبوا اختك سعاد للدكتور صالح. امي الله يخليكي روحي شوفي شو صار وفهمي لي الموضوع ورجعي. طيب خلاص خلاص هلا بروح وبشوف. خير شو في؟ وينك لهلا؟ ابوك طالع خلقه على الاخر، شو عامل؟ ماني عامل شيء، وينه؟ بغرفته. طيب اسمعي لقول لك سمار، إذا سأل عني قولي له مجدي عم يوجع راسه وفات ينام بغرفته، إيه؟ طيب ماشي، روح أنت هلا. يلا روح. وينه أخوك؟ بابا مجدي راسه عم يوجع وفات ترتاح. روحي نادي له. معلش بابا يا ريت تأجل الحديث معه على القليل حتى تهدى انت. هلا بلا فلسفه انت الثانيه روحي نادي له. حاضر بابا. بالتروي يا ابو مجدي بالتروي. طيب تركينا لوحدنا روحي. حاضر على عيني بس بالهدوء الله يخليك. طيب خلاص روحي انت. ابو
الخير بابا. أهلا وسهلا دكتور مجدي. أهلا وسهلا يا أملي بالدنيا، يا رافع راسي بين الناس. شو في بابا؟ ما بتعرف شو في؟ لا ما بعرف. لك يا دكتور يا محترم، أنا قصرت معك شيء أو حرمتك من شيء؟ لا. لكن ليش ما عم شوف منك غير الفشل؟ ها؟ فهمني. يعني لو اشتغلت مدرب بالسيرك وضيعت فيه الوقت اللي ضيعته معك كنت حصلت على نتائج أفضل. بابا أنت بعمرك ما حكيت معي بهاللهجة. ولك منين بده ضل عندي عقل وأعصاب؟ ها؟ منين؟ وأنت ما عم تحس بالمسؤولية؟ لك أنا الدكتور فؤاد اللي تخرج من تحت إيدي دكاترة وأخصائيين، ابني يرسب أربع مواد. بتعرف شو يعني ترسب أربع مواد؟ يا بابا يا بابا، أنا قلت لك من الأول ما بحب الاختصاص، ما سمعت مني. لك أخي أنت نجاح بالأول وبعدين بتقرر الاختصاص. لا يا بابا، أنا قصدي كل دراسة الطب مقلي، ما عم بشعر أني بحبها. ها يعني رجعنا للنغمة القديمة، عم ترسب نكايا فيني. لا بابا لا، بس بترجاك تسمعني وتفهمني. ما بدي اسمع شيء ولا بدي افهم شيء من واحد لا مبالي مثلك. فعلا اذا لم تستحي فافعل ما شئت. اللي على غرفتك وما بتطلع منها ابدا، ما بدي اشوفك اللي عم تدرس، فهمت؟ بس يا بابا روح من وشي ولا تخليني بهدلك اكثر من هيك. يلا بس مشان هيك تقتلته؟ انا ما بكذب عليك يا بيي. وانت بتعرف انه ما باقي عنده غير اربع خمس شجرات؟ صدقني يا بيي انا لا بعرف ولا بعلم. انا كل شيء اللي بعرفه انه دور الساعه 12 الظهر رحت بعد ربع ساعه وقطعت المي، بعدين هو لو قايل لي انه باقي عنده كم نصبه كنت رجعت درت له اياها. الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا ام فارس. اهلين ام فارس، تفضلي. يا حيف عليك يا حمدان، انت وفارس اخوه، مو عيب تختلفوا مشان دور مي؟ ليش نحن مين في إلنا غيركم بهالضيعة؟ ابنك واحد مشراني، بس مو مشكلة نتحسب. حمدان ولا كلمة، بقص لسانك. ها شو على شجرة انت ما بده بيهزها وانتو بتقولوا عنه عصبي؟ عصبي شو يعني؟ لازم غض منه. بسيطة يا ابني بسيطة، الله يرضى عليك. انا جاي لحتى اعتذر عن الشيء اللي صار، هو طبعه عصبي شوي بس انا ما قصرت معه بالحكي. بسيطة عم فارس، أهلا وسهلا فيكي، تفضل ارتاحي. بس يا عم فارس، فارس لازم يعرف حدوده شوي ويعرف أنه نحن أهل فعلا. بصراحة يا عم فارس كل وحدة ابنها غالي عليها، وبعدين أخو صالح ما بيرضى بهيك شغلات، وعيب اللي صار. طبعا عيب وما لازم يختلفوا، مشان هيك انا اجيت لعند خيي ابو صالح، بعرفه انه بيتصرف بعقل وما لازم تكبر بيناتهم. ولو يا ام فارس جيتك على البيت عزيزه كثير، اهلا وسهلا فيكي. لوين رايح؟ رايح على الكرم كمل ساي. اصحى تتصرف او تحكي شيء مع فارس. تفضل سيدي راسي، هاي فنجان قهوة. صاروا 150,000. شو هاي 150,000؟ حسابات الناس عندي، شو موضوع هالدين ما بعرف. طيب انت يعني ما بتعرفن اللي انت عم تدينه؟ بس صار المبلغ كتير لازم حصله من الناس. ايه بدك شيء؟ انا رايحه لعند جارتنا او خلي. ايه لكن قريبة، خلي جوزي يبعت لنا شيء 10 ليره من الدين اللي عليه. ابو احمد الله يوفقه، انا بخجل اني طالبه. انت جوزك كل يوم عم تشوفه طالبه. لك صار لي شهر ما شفته، ما تبين. اي سيدي الغايب عذره معه. قبل ما يتدين بتلاقيه بوشك صبح ومساء، بس تديني بيختفي بنوب. ما هيك كل الناس. على كل حال أنا ما بدي طالبة، بخجل.
وين سراب؟ سراب راحت لعند اختها فريال على المدرسه مشان يروحوا يشتروا شويه اواعي. اواعي؟ لشو هالاواعي؟ كلهم بيشتروا اواعي. ايه الله يخلي لنا اياك، يعني البنات شو بدهن يشتروا في غير الاواعي؟ بعدين لا تنسى انه بناتك صاروا صبايا. الشهر الماضي اشتروا اواعي، لشو هالاواعي؟ ارحموني يا ناس، مصاريفكم كترت كثير، حرام عليكم. إيه نحن مين إلنا غيرك وانت مين إلك غيرنا؟ لك الله يديمك فوق راسنا يا رب. هلا خلصيني وريهي لعن جارتك، لا تغلطيني بالحساب، بعدين نحكي بهالموضوع. حاضر. $18,630. مرحبا يا أخ. أهلا وسهلا. حضرتك صاحب الأرض هون؟ أي نعم خير. لا تخاف، نحن فريق تلفزيوني وحابين نصور كم لقطة هون، والمخرج بده يحكي معك. يا عيني براسي، لحظة بس لأربط بقرة. تفضل. شرف. خدي امي. هاتي امي، يسلموا ايديكي. امي جيبي لي شويه حطب، خلصوا الحطبات اللي عندي. يلا امي. امي. نعم. الله يخليكي، خلينا نصالح فارس وحمدان قبل ما يرجع عادل وصالح. وهو علينا. شو انت ما بتصدقي لك امي؟ قلت لك امبارح رحت لعند عمك ابو صالح وحكيته وخلص مشي الحال. يا امي انت بتعرفي فارس وعصبيته، وهداك حمدان عقلاته جوزتني بخرج، بعدين حلو يرجعوا يعرفوا انه انتقتلوا وتخانقوا. امي قلت لك مشي الحال، بس انت يعني كان ضروري هيك تجاوبي اخوك وتخليه يزعل. انا ما حكيت شيء. طيب امي خليكي هيك، قومي يلا تحركي جيبي لي الحطبات. يلا توكلي على الله امي. يلا يلا. الأخ فارس صاحب هالأرض وشيخ شباب الضيعة، الأستاذ هاني المخرج التلفزيوني المعروف. يا أهلين أستاذ. أهلا. أهلا وسهلا. أهلا سيد فارس. يا أهلين سهلين. سيد فارس، نحن شفنا أرضك هي وعجبتنا ورايدين نصور فيها عمل للتلفزيون، يا ترى بتسمح لنا؟ ولو يا أستاذ، تكرم عينك، الأرض وصاحب الأرض بأمرك. يعني ممكن ننصب خيامنا بهالمنطقة الفاضية هون؟ ولو يا أستاذ يا عيب شوم، ليش الخيام؟ بيوت الضيعة كلها بأمركم. لا لا لا، أنا ما بقصد للمنامي، نحن حاجزين بالأوتيل، أنا بقصد خيام المعدات والأجهزة وراح يبقى عند ناطور. إيه متى ما بتأمر فارس وشباب الضيعة وأي شيء بتكون يا جاهزين. ها شكرا لك يا سيد فارس، الحقيقة أنت شهم. الله يخليك يا أستاذ، شكرا، تكرم عينك. أحمد. نعم أستاذ. خلي الشباب ينصبوا الخيام ويرتبوا أمور هون. على عيني. وإن شاء الله بكرة رح نبدأ التصوير. على عيني. يا شباب نزل المعدات يلا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. سمير. يا اهلين. اللي شو اللي خلاك تشتغل مع انه كنت رافض الدور بالاول؟ الحقيقه ست كندا انا قبلت لسببين. هات لنشوف. السبب الاول انه انا كنت مشتغل بعمل تاني، ومثل ما بتعرفي انا ما بشتغل عملين بوقت واحد. وثانيا لما عرفت مين بطلة العمل حسيت بانه الدور بناسبني كتير كتير. ايوة. وغير هيك؟ غير هيك مثل ما انت شايفة منطقة بجنن، مشوار وعمل ونزهة وفرصة. فرصة شو؟ لا يحكي الواحد معك بعيد عن عين المتطفلين. هذا انت وما رح تتغير، تصطفل عم تتعب حالك على الفاضي. حنشوف يا مدام، حنشوف. شو حنشوف؟ شو كيف بتاخده؟ انا باخد قهوة وسط كالعادة. اثنين. ايه خلينا نرجع نقرا النص احسن. يا
اهلين 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 ابو احمد، يا اهلين وسهلين. الله يسلمك. اهلين، شرف، زارتنا البركات، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا ابو احمد، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو العز، شو كل يوم ببيت؟ سالت 100 واحد لحتى دلوني على بيتك. انت بتعرف شغلتنا يا ابو احمد، تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا ابو احمد. شرف عمي، جيتك عزيزة علينا كثير يا ابو احمد، وعليم الله قد السعيد بهالمفاجأة. ايه يا ابو العز؟ اوامرك ابو احمد، انا تحت امرك. انا عم لملم القرشين اللي مع الناس، لذلك جيتك على البيت، وانا اسف كان لازم مر لعندك على المكتب. ولو يا ابو احمد، بيتنا بيتك وانت مفضل علينا، وانا مخجول منك كثير. بعنا بيعة من كم يوم ولهلا ما قبضونا، واول ما تيجي المصاري لعندك على طول. بس يا ابو العز طولت علي شوي. يا سيدي اذا انت ما تحملتنا مين بده يتحملنا يا ابو احمد؟ صبرك علينا شوي، انت كبيرنا ونحن من غيرك ولا شيء. ايه سيدي، شو بتحب نضيفك؟ ما بدي شيء، بدي امشي. ما بيصير، انت فايت بيتي لاول مره وما تشرب عندي شيء، غيرك سابي ابو احمد. مثل ما بدك. يا دلال، عملي لنا فنجان قهوه لعمك ابو احمد. تكرم خالي. يا اهلين وسهلين ابو احمد، شرفت بيتك، اهلا وسهلا. الو الو، اهلين بابا، خير؟ بابا مجدي زعل من ماما وترك البيت وحلف لها يمين ما بقى بيرجع. ما قال لوين رايح؟ ما بعرف بابا، الله يخليك تعال بسرعة لأنه ماما مزعوجة كتير وماني عارفاني شو بيساوي. طيب بابا، طيب، بسيطة، أنا رح أتصرف. مع السلامة. إذا في شيء ضروري خبريني على البيت. حاضر، الله معك، مع السلامة. تفضل خالي. أعطي أبو أحمد بالأول. ما في فرع أبو العز. يسلموا إيديك. بنت اختي دلال يتيمة وما لها حدا، تجوزت من سنة وطلقت، طلع جوزها مو تمام، وهلا هي قاعدة عندي مثل ما انك شايف. لا لا، حرام عليه، بنت صبية وحلوة. ايه شايف يا ابو احمد، الدنيا حظوظ. دايما ابو العز، صحة وعافية. انست وشرفت اخي ابو احمد. ما بعرف رايح زعلان شي؟ شوف يا ابو العز، نعم، اذا بدي اجي تاني مره واطلع هيك بلوشي بدي ازعل وازعل وازعل. ها وحياه عيونك، لو بدي بيع بيتي ما رح خليك تزعل بنوم، مين في إنا غيرك يا ولد خاطرك. الله معك ابو احمد، مع السلامه. انت معلمنا اخي ابو احمد، لا تزعل مني. مع السلامه، مع الف سلامه. لك شبك بتحكي اكثر من التلفزيون، ما بتعرفي تقولي اهلين وسهلين. والله تلبكت يا خالي، والله تلبكت يا خالي. او هلا عن اذنك يا سيد فارس. لوين استاذ؟ لا بتكون تشرفونا. الف شكر لك، معلش بدنا نروح نحضر لبكره. ايه بس ما بصير هيك يا استاذ. ولو لا تخاف، نحن هون أكيد راح نزورك ونشرب القهوة عندك، بس هلأ عذرني في عنا شغل. بدك توعدني ها أستاذ، أحسن ما تاخدوا عنا فكرة مو منيحة. أعوذ بالله، خلص بوعدك نجي لعندك كلنا، في الممثلين عم يستنونا بالمقصف. سلام. أنا ماني فهمان ليش أنت عم تتهرب من المشكلة؟ لازم تواجه أهلك بعقلانية. شو ولد صغير انت؟
مرحبا استاذ زياد. اهلا دكتور فؤاد، تفضل شرف. بابا؟ عفوا دكتور، راح اروح اعمل لك فنجان قهوه. ما في داعي تغلب حالك استاذ زياد، بدنا نمشي. يلا مجدي، ماما غليان قلبها عليك. بابا انا ما في داعي للحكي هلا، هلا بنحكي بالليل. عفوا دكتور، ارجو انه ما تزعل مني وتعتبرني طرف بالموضوع. اي موضوع؟ ليش في شيء؟ شكرا استاذ زياد. يلا بابا يلا. يا اهلا وسهلا، مع السلامه. الله يسلمك. طالما المخرج انبسط مني يا ام بريس، بدي خليه صورنا شي صوره انا وياكي، انا وياكي يا ام بريس. لا ليش انا وياكي؟ صورني لحالي مشان بكره كله ضيعه تشوفني على التلفزيون. شو يا مالك شايف قدامك؟ ولك عين تحكي يا حمدان؟ الي عين؟ لك انت شو فكر حالك؟ اساسا لو ما اجت امك امبارح واعتذرت ما كنت بسامحك. شو؟ امي اجت واعتذرت؟ يعني مالك خبر؟ روح من وشي ولا روح. يعني ما بدك تقلي انا اسف؟ روح من وشي احسن ما افتح لك شوارع بوشك. ها روح. طيب شو علي يا فارس؟ أهلين بابا، شو وين كان؟ سوي فنجان قهوة. حاضر. وين أمك؟ ماما راسها عم يوجعها وفاتت ترتاح. شو رأيك بتصرفك؟ عجبك اللي عم تساوي؟ لك عليت قلب أمك، رح تموت بسببك. في شاب مثلك بيترك البيت وبيروح لعند واحد مستهتر فوضوي؟ الأستاذ زياد مو مستهتر ومو فوضوي، وانت بإيدك أخذتني لعنده لحتى أتعلم موسيقى. صحيح، بس ما كنت بعرف انك رح تترك دراسة الطب وتلحق الموسيقى. في واحد بيترك الطب وبيلحق الفن والكلام الفاضي؟ هلا الموسيقى والفن صاروا كلام فاضي؟ هلا انهي لي هالحديث، لك رفعت لي ضغطي. ما بيكفي اللي صار بأمك؟ يعني بدك تقضي على العيلة كلها؟ تفضل بابا. رحتي واعتذرتي ما هيك؟ خايفة على مشاعرهم ما؟ ولك عين تحكي بعد كل شي صار؟ انت شو يعني؟ بدك تاخد الناس كلها بالقوة؟ هو قصده نقطع المي وبيعرف انه انا كنت عم صقي. شو بيصير يعني؟ تخرب الدنيا لو كان طول باله شوي؟ يا فارس يا حبيبي، الله ما انشاف بالعقل انعرف. الحق حق والجماعة دورهم بالمي يا امي. بعدين استناك ربع ساعة ما اعرف اذا خلصت ولا لا. انا متأكد انه الانسة بعتك مشان ما يزعل الدكتور. انا ما دخلني ولا لي علاقة بالموضوع. ليش يعني اذا واحد اعتذر عن الغلط عيب؟ روحتك لعندهم زل، وانت بتعرفي انه انا ما بقبل حدا يحط عينه بعيني. انا ما بنحني، فهمتي انت وبنتك ولا لا؟ عم تهددني يا فارس؟ انا ما عم هددك، انا عم ذكرك بس. شوف يا فارس، الانسان بعقله مو بعضلاته وصياحه، وانت عم تتصرف تصرفات الله يجعل اخرتها لخير. شو قصدك؟ قصدي واضح، بلا هالعنترية هي، وخلي عقلك كبير. الله لا يعطيك العافية، لك حرقتي رميس؟ يا أمي مو قصدي. معلش أمي، بسيطة ولا يهمك، فداكي.
لك انت شو ضربك العمى؟ ضربك العمى؟ لولا يقولوا جنة حتى اعمل لك صرعة على اول ما على اخر. روح مشي روحي. امتى رح ينتهي هالكابوس؟ امتى؟ ستوب. شو شباب كيف المشهد عندكم؟ اوكي. عدنان كيف الصوت؟ كويس. ماشي. برافو ست كندا. شرفوا لعندي. يلا يا احمد المشهد اللي بعده. حلقة 3 مشهد 5. عجلني شوي. مرحبا يا اخ. اهلين. والله مين سمح لكم تنصبوا الخيمة هي هون؟ ليش في شي غلط؟ عم بسألك جاوبني. سيد فارس. لك خلي السيد فارس يسمح لك تنصب خيمتك بأرضه. هي أرضنا وأنا ما بسمح لحدا أبدا يفرض علي شيء. الله يخليك لا تعطلنا. طول بالك طول بالك. خير في شيء حمدان شبك؟ لمين الأرض يا فارس؟ هي أرضنا شو بدك؟ أرضك وحدك ولا أرضنا كلنا؟ الكل نص أمور شو بدك؟ لكان إذا بتريد مثل ما خليتهم ينصبوا الخيمة هون من دون ما تشاورنا اتفضل خليهم يشلوها. دقيقة بس حمدان، عيب تحكي هيك معي قدام الناس، ما حلو نختلف قدامهم، عيب. اخي بس اقسم الارض او تحطهم انت بالنص تبعك، انا ما بسمح لحدا ابدا يفرض علي شيء، فهمت؟ يا سيد فارس مو مشكله، منشيل الخيام ولا بدي مشكله تصير بسببنا. يلا يا شباب فكوا على الخيام. ولا حدا بيتحرك ولا خيمه بتنشال، كل شيء بضل بارضه. وانا مسؤول عن كلامي استاذ هاني. اذا بدك اجرى يا حمدان انا دفيق، واذا بدك نخوه كتر خيرك، وإذا بدك تخانق برجعك لعند أبوك حمل. لك بدهم يطلعوا غصبين عنك. فرمان لك عم تهددني بس يا شباب. يا فرمان حمدان تضرب منك إلو. شايف ابنك لو انهجم علي؟ جايبهم على أرضنا ذكر فيني. خلاص روح البيت أنا هلا بحاسبك. وانت يا سيد فارس خلاص بالجزاء. تفهم عم يا صالح، بس يكون بعلمك هو اللي اجى على الارض وعليه فيني وعم يقول انه الارض له لوحده. لك يا فارس انت اخوه مو عم تتعتلوا مشان الارض. تعال هون يا حمدان تعال هون. وانت يلا نشوف بوسوا شوارب بعضكم هلا احسن ما كسر راسك انت ويا بالحجر. ها يلا نشوف. يلا تبتمون عم يا بصالح. العمى حمدان مثل اخي عادل. يلا عيني يلا. ها ها هيك ها. الحقيقة يا استاذ هاني الشباب اولاد عم وعيلة وحدي وكل شيء بالمونة بصير. فعلا استاذ هاني نحن اهل وعيلة وحدة وعمي ابو صالح هو كبير العيلة. اهلين عمي ابو صالح. الحقيقة أنت جيت باللحظة الحرجة وأنقذت الموقف. صدقني يا عمي أبو صالح خفت إنه المشكلة اليوم ما تنتهي. لا يا عمي لا، كل شيء بالعقل بصير. الأستاذ هاني عم يصور مسلسل للتلفزيون، حط المعدات ونصب الخيمة هون. زعل الأستاذ حمدان ليش هيك عمل؟ إيه بس ليش ما شاورنا؟ مشان هيك أنا زعلت. هلا هيك صار. أنت وفارس أخوي. اهلا وسهلا استاذ هاني. اهلين اهلين عمي. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. لازم شيء استاذ هاني؟ على راسي شكرا. تفضلوا كملوا شغلكم واذا لازم شيء بيتي هون. ها نتشرف لا بد ما نزورك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاطركم يا شباب. مع السلامه. يلا فارس يلا لشوف. يلا حمدان يلا شباب. يلا شباب كل واحد على شغله. يلا يلا. معقول معقول يصير هيك خناقه؟ على الأقل يحترمونا. أكيد في شيء بيناتهم من قبل لأنه الموقف مو طبيعي أبدا. يلا يعني خلينا نمشي. تفضل تفضل. تفضل قهوتك. وين وجدي؟ بعده نايم بغرفته. ما شاء الله. دايمة بس يصحى بعتي لي على المستشفى. حاضر على عيني. وهذا اللي صار يا صالح. لك يضربوا هن الجوز، بيي كان لازم يكسر راسه اثنيناته. قول ما قصر فيهم. طمني مروان، حدا منهم صار له شيء؟ لا لا لا، مرت على خير. ايه بس لولا عمي ابو صالح كانت كبرت بيناتهم كثير. نعم شو؟ بهدلوا حالهم قدام العالم. الله يسامحك يا فارس. السلام عليكم. اهلين عادل. السلام اهلين عادل. خير شو في؟ يسعد صباحك يا دكتور.
أهلين أبو أحمد. صباح النور. تفضل. أهلا وسهلا. الله يسلمك. كيفك يا دكتور؟ الحمد لله. شو ما عرفناك يا أبو أحمد؟ شو بدك أنا نمرة تاني مرة يا دكتور؟ يعني ما بصير نشوفك إلا بحالة المرض. فضلك على رأسي، أنت مفضل دائما. الفضل لله يا أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك. إمتى ما شرفت دكتور؟ جاي على بالي عامل شوية تحاليل وتطمن. وشو منتظر؟ ضروري الإنسان كل سنة يعمل تحاليل وتخطيط ويتطمن. على ذكر التخطيط دكتور، أحياناً بسمع ضربات قلبي بإذني وأنا خايف مشي. لا تخاف، قلبك قلب شباب لهيك عم تسمع دقاته. على العموم رح أعمل لك تخطيط، ما في مشكلة. هيك رأيك؟ إيه، على القليل بتتخلص من هالوهم. لساتك عري ولا فطرت؟ لا فطرت. فطرت؟ إذا التحاليل ما بتصير اليوم، لازم تجي بدون فطور. طيب بالإذن دكتور. مع السلامة يا أبو أحمد. الله يسلمك. على فكرة دكتور، أجاني جوخ إنجليزي ممتاز مر لعندي على المحل نقيلك كم شوفي. أكيد لازم مر، حاكم مشاتك ممتازين. أنا ما بجيب غير الأصلي واللي على كيفك، وإن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بجي لعندك. إنت ما مريت، أهلا وسهلا فيك. يلا بالإذن، خافك. مع السلامة يا أبو أحمد. يا سلام يا حبيبي، يلي بيشوف هالرسومات يا أبو العز بيقول نيالك على البنايات. عم تتمانس علي يا أبو أحمد، كلها بيتنفس بإذن الله. مرحبا خالي. أهلي خالي. لك شو ما بتعرفي تقولي السلام عليكم؟ أربي أربي سلمي على عمك أبو أحمد. لا تخجل يا أبو العز، حرام عليك. خالي شو بتحب أعمل لك غدا اليوم؟ احشينا رقبة جمل بلسان عصافير. لب شو هالأكلة هي؟ رقبة جمل بلسان عصافير. عم تسألني شو بدي أعمل؟ أنا شو بدي غير الموجود؟ روحي خالي الله يرضى عليك، روحي. شو ما عملتي خير وبركة. خالي في بالسوق ورق عنب، بتحب أعمل لك يبرق؟ والله هالأكلة طيبة، وخاصة إذا تحت شرحات. أبو أحمد شرف يتغدى عنا اليوم. لا الله يخليك، ما فيني يتغدى عن حدا. روحي خالي روحي، جاهزيننا الغدا وحسب حساب عمك أبو أحمد. طيب ماشي الحال. بس يا أبو العز أنا عم بمزح، ما فيني يتغدى عندك. أي ما بيصير لما تغدى عنا، خيرك سابع يا أبو أحمد. يا أبو العز ما فيني اتغدى برات البيت. أي يا سيدي اعتبرها مرة بهالزمان، بعدين لا تفكر مشان شي تاني. أي شي؟ يعني مشان المصاري، أنا موعود اليوم. الله يسامحك على الخبرية. وين أبو أحمد؟ بدي إلحق البنك قبل ما يسكر. أي هيك معك حق، لازم تلحق الصندوق. يلا خاطرك أبو العز. عم بستناك على الغدا أبو أحمد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة. لوين رايح؟ من عند الأستاذ زياد. لك أنت ما بتحس، ما بتشعر بعد كل اللي صار؟ أبوك منبه عليك وراح يجن من هالسلوك هاد. بعدين أنت شو صاير لعقلك؟ لسه بتقلي رايح لعند الأستاذ زياد؟ أبي هو اللي أخذني لعند الأستاذ زياد، وهلا ما عاد بده يعني يروح؟ يا حبيبي هالحكي هاد كان من زمان. أبوك حب يعلمك موسيقى لتعبي وقت فراغك، هواي، بس مو لتترك دراسة الطب وتلحق الموسيقى. ليش أنت ما بتحبي الموسيقى؟ بعدين الموسيقى مثل الطب، بدها دراسة وبدها اهتمام. شوفي، إذا بتقنعيني إنه في حدا بالدنيا بيكره الموسيقى لحتى كسر هالعود وعمري ما عاد افتح تمي بحرف واحد. يا حبيبي يا مجدي، أنا معك إنه كل الناس بتحب الموسيقى، بس ما تكون عائق بوجه طموحات الإنسان ومستقبله. نفس حكي بابا، نفس الكليشة. حرام عليك يا مجدي، حرام اللي عم تعمله فيني. أبوك صاير لما عم يزعل منك عم يفش قهره فيني أنا. بعدين فكر شوي وقدر شعور أبوك. أبوك مستحيل يوافق على الشيء، ويكون بعلمك أبوك مصر إنك تدرس طب. هلا رجعنا لدراسة الطب، اسمعيني منيح ويكون بعلمك،
الطب وما رح أدرس، وعن موضوع الموسيقى ما رح أتراجع. مجدي طول بالك وخلينا عم نحكي. أبوك بده إياك وعاوزك ضروري، روح لعنده الله يرضى عليه. حاضر، رح أمره لعنده. ومثل ما بتعرفوا من لما تخرجت من قسم التخدير عينوني بالنبك، وهي سفرة طويلة كل يوم طالع نازل طالع نازل على الضيعة. تكرم عينك مروان، أي شيء نحن بالخدمة ولو؟ بتمنى أتعين معكم بالمشفى، طبعا إذا إلكن مونع الدكتور فؤاد. يعني هن بصراحة ما عم ياخدوا غير أصحاب المعدلات العالية والخبرة، بس إذا صار أي تعيين عنا بالمستشفى تكرم عينك. طيب اعملوا جهدكم لا تنسوا. إيه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنا اسمحوا لي بدي لحق وصل عنبك. بالسلامة مروان. خاطرك. مع السلامة مروان. مع السلامة. عجبك يا حكيم؟ عجبك على الفصول الناقصة اللي عاملين هدول الاثنين؟ يا سيدي بوجود العم أبو صالح ما في شيء ما بينحل. بس أنا ملاحظ إنه الاثنين ما راح يتربوا، لا فارس ولا حمدان. يعني هلا هي شغلة جديدة يا صالح؟ لا بس تخنوها، وأنا خايف يغلطوا لهم شيء غلطة نندم عليها كلياتنا. برأيي لازم من بكرة الصبح نطلع على الضيعة. اشتقت لخطيبتك؟ إيه وليش لا يا حكيم؟ بعدين أنت ما اشتقت لأما؟ خلص يا سيدي أنا كرمالك مشتاقة، بكرة نطلع. عيب هالحكي، ترى رح خبر أبوك إذا بتغلط مرة تانية. بسيطة، أنا أصلاً استحيت من بيي، بس إذا ما بخلي كل بيت أم فارس يندموا ما بكون حمدان. لك أنت بدك تضل تحكي هيك لحتى يبهدلك أبوك وتأكلك شي أكلة منه؟ طالما أبوك صالحكن مع بعض ما ضل في حكي. بعدين أنت ليش بدك تعمل مشكلة وما في مشكلة؟ ببهدلني مرتين وما في مشكلة؟ بسيطة، شو عليه؟ نتحسب. لوين رايح؟ رح خبر أبوك بكل شي صار. ها؟ خبريه، مو فارع معي، واللي براسي بدي أعمله، عرفتي؟ حمدان، حمدان. مرحبا. أهلين ست كندي. يا أهلين. شو أستاذ هاني؟ فكرت بحل مشكلة عصام؟ ما بعرف شو بدي ساوي، فعلا مشكلة، بس الحمد لله إنه عصام ما صور غير مشهد واحد وممكن استبداله. على كل حال لسه في عنا كتير مشاهد مالو فيها، ومن هون لوقتها لابد ما تلاقي حل. إن شاء الله. إن شاء الله. سلامات أستاذ. أهلين سيد فارس، حول. لا شكرا عندي مشوار، بالرجعة إذا الله راد بمر عليكم. نحن بانتظارك. بدك شيء أستاذ؟ لا شكرا، كله تمام. سلامات. هالشاب نمر ممتاز. يلا يا أحمد استعداد. يلا استعداد. ست كندا استاذ سمير تفضلوا لعندي. يلا بالإذن. الله معك. خذي هاي للدكتور ناصر. هذا الدكتور. مرحبا بابا. أهلين مجدي. قالت لي الماما بدك يعني. إيه مزبوط، بدي اعمل انا وياك جوله على المرضى. يلا معي. يلا نشوف. صحتين يا ابو احمد صحتين. اشدموا ايديكي على الاكلات الطيبه، انا بعمري ما اكلت هيك قبله. صحتين وعافيه. كل ابو احمد كل، صحتين وعافيه. شو خالي تغديتي؟ ايه خالي تغديت. بدك شيء؟ بعد هالاكل الطيب بدي من ايديك الحلوين ابريق شاي اكلك عجم. تكرم عينك. الله يكرمك. كل كل ابو احمد. مرحبا.
مرحبا يا ابو سعيد. اهلين وسهلين دكتور، حلت علينا البركه. طمني شلونك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله، من فضل الله وفضلك شعرت بنفسي انه ولدت من جديد. الله يوفقك، الله يبعد عنك الاذى يا رب. نحن ما عملنا شيء يا ابو سعيد، هذا واجبنا. ما بنسى فضلك طول عمري. بتريد شيء؟ سلامتك. معافى ان شاء الله. الله يسلمك ويعافيك. مع السلامة. تريد شيء دكتور؟ شكرا يعطيك العافية. بابا أنا خليتك تزور المرضى وخاصة اللي كانت حالتهم شبه ميؤوس منها لحتى تشوف إحساسهم على حقيقتهم. شو يعني؟ ما عرفت شو يعني؟ ما فهمت شيء من هالناس؟ ما عرفت انه ارفع وسام واكبر جائزه وانبل تقدير هو نظره السعاده اللي بيقدر الطبيب يرسمها بعيون المريض؟ مجدي لا تتصور قديش بتحس حالك عظيم لما بتقدر تخلص الناس من آلامها. بابا انا بعرف اني كنت قاسي عليك بهاليومين، اولا لاني اعطيتك فرصه كبيره كتير لحتى تثبت جدارتك وما شفت منك نتائج منيحه. ثانياً تذكرت جدك الله يرحمه، كان يمسكني من إذني ويجرني غصباً عني على البيت لأدرس. ساعتها كنت تضايق بس هلأ عرفت قيمة التصرف. بابا كان يردد على مسمعي جملة ما بنساها بحياتي، كان يقول لي إذا ما بتعمل شيء يخلي ذكرك على طول ويخلي الناس تشكرك بيكون الموت أفضل لك. مجدي أنا بدي إياك واحد من اللي بيكملوا مسيرة العلم والطب ويخلصوا الناس من آلامها، بعدين أنت محسود، عندك أب عم يقدم لك كل شيء، عم يقدم لك إمكاناته، عم يقدم لك كل خبرته، شو بدك أحسن من هيك؟ بعتقد انتهى حديثنا هلا. رح أتركك يومين ثلاثة تفكر بهدوء وبعدين نلتقي. سمير بنفس السرعة بتجي. ست كندا محلك منيح. 5 4 3 2. على بعدك من المحاضرة في شيء؟ شوية مشاكل بالبيت يا ستي. أخي مجدي خير؟ شو بو مجدي؟ ما عم يجاوب مع رغبة بابا وطالع بعنه شغلة الموسيقى. موسيقى؟ حلوة الموسيقى؟ ايه حلوة بس بابا ما بيحبها. ليش مين ما كان بيقدر يصير موسيقي؟ عامل لك بابا مو رضيان، بابا صعب كتير انت ما بتعرفي، ما عنده مسامة بهيك مواضيع نهائي. مشان هيك انت شاردة طول الوقت؟ كنت عم نذكر كلام بابا لأخي مجدي قديش هو حريص عليه وبيتمنى يحقق حلمه فيه. طب ليش ما بيتركه يعمل اللي بيحبه؟ وليه منيح ما سمعك بابا لهالدرجة؟ وأكتر انت ما شفتي شو حكى وشو عصب امبارح. خلينا نمشي هلا يلا. امي انا رايحة اعبي مي من العين، بدك شيء؟ لا روحي لا تأخري. ليش في بالعادة اتأخر؟ قصدي لا تتأخري لأنه بدي اروح انا وياك لبيت ام صالح. اذا هيك هوا اللي اخذ عقلك يتهنى فيه. وين شارد؟ الله يسامحك انا وين وانت وين؟ انا بعرف انا وين بس انت وين؟ عم فكر موضوع عصام، مالي عارفان شو بدي ساوي.
خايف يعطلنا ونحن تقريبا خلصنا المشاهد. ايه مو مشكلة، بعت احمد يجيب لك بديل او اي واحد بياخد دور عصام. انا عم فكر هيك، بس بدي بديل جاهز، وانت بتعرفي كل يوم تأخير قديش بيعطل وبيكلف، والمشكلة انه اغلب الممثلين مشغولين باعمال تانية. الحمد لله انه مشاهد عصام قليلة وممكن توجد البديل بسهولة، وبعدين انت ما بينخاف عليك، انت ابوها وانا مطمنة انك رح تلاقي الحل بسرعة. هالكلام ثقة ولا مجاملة؟ لا لا ابدا، انا بعرف انك رح تلاقي الحل. نسيت الظروف اللي مرينا فيها بالعمل الماضي وقت تعطلت الكاميرا وكملت العمل بكاميرا واحدة وبنفس الزمن؟ ايه بس تعبنا. ايه صح، بس كانت النتائج إيجابية وهذا هو الأهم. أستاذ هاني ست كنتا المشهد جاهز، تفضل. شرفي. يلا يلا استعداد شباب. مرحبا حمدان. أهلي سعاد. يعني يا حمدان حلوة كل يوم وتاني أنت وفارس تتخانق قدام الناس. لك يعني هي أول مرة؟ إيه طول عمرنا أنا وفارس، شو ما تعرفين ولا تعرفي خيي؟ بس مو قدام الناس. حمدان شبك؟ في شي؟ ما في شي، المهم مشوار. الله لا يجيب الهم، ما بتعملي فيها شي؟ لا لا الشغلة غير هيك، الشغلة بتخصك إليك. خصني إلي؟ شو هالشغلة؟ يقطع هلسان وساعته. لك خلص سعاد شو بدك؟ قلت لك ما في شي. حمدان كيف بدك يعني روح وانت شغلت لي بالي؟ احكي شو في. يا لطيف، ما خلص قلت لك روح عند سعاد. حمدان الله يخليك قل لي شو هالشغله اللي بتخصني. يا بنت الناس، صالح اخر مره كان هون وصاني وصيه وشاغل لي فكري. وصيه شو؟ انت صحيح كنت بتحب دياب قبل ما يخطبك صالح؟ دياب؟ مين قال لك؟ صالح. صالح هيك قال لك؟ ايه، وقال لي كمان انه شغلة دياب عم تخليه شك انك انت من صحيح بتحبيه. دياب اجى على حياة بي وقعد فترة عنا بالقد لما ضمنوا التفاحات، بعدين انا لا بعرفه ولا بعرف شكله. طب ليش ما سألني إلي؟ وكيف بده يسألك؟ بعدين معقولة يسألك هيك سؤال يا سعاد؟ بعدين بيني وبينك في واحدة دكتورة معه بالجامعة حاطة عين عليه، وهو محتار بينك وبينها. وشو وصاك؟ قال لي شوف إذا دياب عم يجي على بيت أم فارس أو عم بيمر لعندهم معناتها شكي بيكون بمحله. شو؟ هي وصيته لك؟ إيه، وقال لي كمان إنه ما بده إياك تكوني مغصوبة فيه، يعني لحتى يقدر يقرر مين بده ياخد، أنتي ولا الدكتورة؟ إلا لخيك بس يجي. سعاد بنت المرحومة أبو فارس ما بتعمل عيب لو بيقطعوا راسها. وخد عطية وقل له لباقي يحلم يشوف وشها لهي اللي شاكك فيها بخاطرك. استني شوي. لك سعاد، لك خليك عالي سعاد. ما بدي يكون عالي، أنا أشرف من كل هالدنيا. هلا في المشهد انت بتكون واقف وانت بتدخلي عليه على الكاتب. ايوه بتتابعوا الحوار، بس بدي اياه يكون في حراره، رتم سريع وحفظانين الحوار. طبعا لكن ماشي. بعد ما بيخلص المشهد انت بتطلعي على شمالك وانت بتطلعي على يمينك. اوكي تمام استاذ. اوكي جاهز كاميرا؟ والله ثواني استاذ نغير بطاريه. لك شو ثواني شو عم تساوي؟ لبدنا الكابلات ونغير بطاريه. استاذ هاني ولازم نلاقي شيء صيغه هيك مشان تكون مشاهد اكثر طبيعيه. اكثر طبيعيه يعني شلون؟ ما بعرف يعني راعي غنمي مولى الفكره. والله استاذ معك حق. سيد فارس. نعم استاذ. نقدر نجيب البقره اللي عندك ونحطها بالكادر؟ وين بدك تحطها استاذ؟ قصدي نربطها بهذيك الشجره. يعني بدك تصورها استاذ؟ ايوه بالضبط. يا على عيني استاذ. نيالك يا ام بريص، بدك تطلعي بالتلفزيون؟ تعي قربوا لي شوي لقدام، قربوا لي شوي. ايوه اي بس وين حطها استاذ؟
على هذيك الشجرة. اي على راسي استاذ. ظريف. وبعدين؟ اي معقول صار في خلفية معقولة. استاذ معلش اذا تصورت معنا استاذ. لا 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 انت بعدين لما بنحتاج لكم برص. شو بدك تحتاج؟ نحتاج مجاميع بقول لك. اي على عيني استاذ. يلا مدام كندا شرفي طلعي برا الكادي. طيب طلع فارس من عندك. ايه على راسي. طلع يلا. استعداد. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. Thank you.